هذه قراءة راتب الحداد لسيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بنية الفاتحة على مانا والحبيب عبد الله بن علوي الحداد وبجاهه وبركاته وأسراره وأنواره وعلومه وحرمته وكرامته أن الله يجعل نياتنا في نياته على مانا والحبيب عبد الله بن علوي الحداد نويناه وعلى كل نية صالحة جامعة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد
الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام
لبثنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أبثنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أبثنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أبثنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطاهرين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا علي العريدي وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية، أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب الأستاذ سيدنا الشريف القطب الغوص عبد الله بن علوي الحداد باعلوي، أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح السيد علوي بن إبراهيم الحداد، ثم إلى روح الشريف علوية بنت محمد بن جعفر الحداد، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ورزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. آمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة. آمين. وسمع المساني. آمين. أن تفتح لنا بكل خير. آمين. وأن تتفضل علينا بكل خير. آمين. وأن تجعلنا من أهل الخير. آمين. وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير. آمين. وأن تحفظنا في أدياننا. آمين. وأنفسنا وأولادنا. آمين.
وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضيق، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.